بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. ماذا بو هذا الشباب صار في ايدي الذئاب، جيل عاله ضياع يعاني كل لحظة. من يتعاطى الخمور او يعيش بالذئاب، لا مدارس لا اخلاق لا ثقافه لا كتاب. انه في الراب العلاج، انه ارقى خطاب، انه في الراب العلاج، انه ارقى خطاب، انه في الراب. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يصلح كل نصرخ منذ سنين والقلب مجانين، لماذا يغوي الحال شبابنا المسلمين؟ لماذا يغوي الحق شبابنا المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحدى بأخلاق الميامين. هذا الرسول الهدى والصحابة الأكرمين، هذا الرسول الهدى والصحابة الأكرمين. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مجروح تحصين يصلح كل الفاسدين. يصلح كل مشروع الرسالة يصنع الشام المثالي، الشباب أغلى ثروة شباب الإسلام. إلى متى لا نبالي بانحراف الأجل؟ إنها أكبر جريمة، عقل الشبل يبقى خالي. ربي نجاة الأجبال حقيقة لستم غالي، ربي نجاة الأجبال حقيقة لستم غالي. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يصلح كل الفاسدين. إلهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا أرى؟ شبان تتعاطى خمرا وأفعال المدمرة. يا إلهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا أرى؟ شبان تتعاطى خمرا وأفعال المدمرة. شبان تتعاطى خمرا وأفعال المدمرة. خلف قتل ومفاسد لا عبادة لا آخرة، والدعاة في تقى أفكارهم منبرة، والراب طرح معاصر أفكارهم مؤثرة، والراب طرح معاصر. يا خمور لا هروين حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يصلح كل نصرخ منذ سنين والقلب ضجعني، لماذا يغول الحق أبونا المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. آل الرسول الهدى والصحابة الأكرمين، آل الرسول الهدى والصحابة الأكرمين. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يصلح كل الفاسدين. ماذا بو هذا الشباب صار في ايدي الذئاب، جيل حاله ضياع يعاني كل العذاب. من يتعاطى الخمور او يعيش بالذئاب، لا مدارس لا اخلاق لا ثقافة ولا كتاب. لا مدارس لا اخلاق لا ثقافة ولا كتاب. ان في الراب العلاج، انه ارقى خطاب، انه ارقى خطاب. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يا الهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا ارى؟ شبان تتعاطى خمر وأفعال مدمرة، خطف قتل ومفاسد لا عبادة لا آخرة، والدعاة في تخلف أفكارهم مؤثرة. يا إلهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا أرى؟ شبان تتعاطى خمر وأفعال مدمرة، خطف قتل ومفاسد لا عبادة لا آخرة، والرب طرح معاصر، والرب طرح معاصر أفكارهم مؤثرة. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يصلح كل
الشعبي مشروع الرسالي يصنع الشعب المثالي الشباب أخلع ثروة شباب الإسلام غالي رابي مشروع الرسالي يصنع الشعب الميزاني الشباب أخلع ثروة شباب الإسلامي إلى متى لا نبالي بإنحراف الأجيال إنها أكبر جريمة عقل شبلي يبقى خالي رابي نجاة الأشبال حقيقة لستم غالي حقيقة لستم غالي لا خمورا لا هروين لا حشيشة وكوكاين رابي مجروع تحسين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين بعد هذا الشباب صار في ايدي دي اب جيل حاله ضياع يعاني كل العذاب من يتعرض الخمور او يعيش بانتقام لا مدارس الاخلاق لا ثقافة لا كتاب انه في الراب العلاج انه ارقى خطاب لا خمور لا هروين لا حشيشه وكوكايين رابي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين نفرخ منذ سنين والقلب ضجى أنين لماذا يغول الحق شبابنا المسلمين أين أخلاق الرسول ضاق الصادق الأمين علينا أن نتعلم بأخلاق الميامين هذا الرسول الهدى والصحابة الأكرمين هذا الرسول الهدى والصحابة الأكرمين يا خمور النار وين لا حشيشة وكوكاين رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين الرابي مشروع الرسالي يصنع الشاب المثالي الشباب أغلى ثروة شباب الإسلام غالي هنا مثلا نبالي بإنحراف الأجيال إنها أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي رابي نجاة الإجمالي حقيقة لستم غالي رابي نجاة الإجمالي حقيقة لستم غالي لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكاين رابي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين يا إلهي ماذا جرى يا للهول ماذا أرى شبان تتعاطف أمر الواضع عالم مدمى خطف قتل ومفاسد لا عبادة لا آخر ودعات في تقلب أفعالهم منفرة والرابط الحمى عصر أفكارهم وأثرى أفكارهم وأثرى لا خمور لا هروين لا حشيشة وكوكاين رابي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين نصرخ منذ سنين والقلب ضجى أنين لماذا يغول الحق شبابنا المسلمين أين أخلاق الرسول ضاق الصادق أين أخلاق الرسول ضاق الصادق الأمين علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين آل الرسول الهدى والصحابة الأكرمين آل الرسول الهدى والصحابة الأكرمين يا خمور لا هروين لا حشيشة وكوكاين رابي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين ما ذنب هذا الشباب صار في ايدي الذئاب جيل حاله ضياع يعاني كل العذاب من يتعاطى الخمور او يعيش بالذئاب لا مدارس لا اخلاق لا ثقافه لا كتاب ان في الراب العلاج انه ارقى خطاب ان في الراب العطاب لا خمور لا هروين لا حشيشه وكوكاين رابي مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين الرابي مشروع الرسالي يصنع الشاب المثالي الشباب أغلى ذروة شباب الإسلام غالي إلى متى لا نبالي بإنحراف الأجيال إنها أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي رابي نجاة الأجيال حقيقة لستم غالي حقيقة لستم غالي لا خمور لا هروين لا حشيشة وكوكاين رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين يا إلهي ماذا جرى يا للهول ماذا عرى شبان تتعاطى خمر واضع المدفع خطف قتل ومفاسد لا عبادة لا آخر والدعاة في تخلف أفكارهم منفرة والرابط الحمى عصر أفكارهم مؤثرة لا خمور لا هروين لا حشيشة وكوكاين رابي مشروع يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين الرابي مشروع الرسالي يصنع الشاب المثالي الشباب أغلى ذروة شباب الإسلام غالي إن متى لا نبالي بإنحراف الأجيال إنها أكبر جريمة عقل الشبل يبقى خالي رابي نجاة الأشبال حقيقة لستم غالي رابي نجاة حقيقة لستم غالي لا خمور لا هروين لا حشيشة وكوكاين رابي مشروع تحصين فاسدين يصلح كل الفاسدين ما ذنب هذا الشباب صار في ايدي الذئاب جيل حاله ضياع يعاني كل العذاب من يتعاطى الخمور او يعيش بالذئاب لا مدارس لا اخلاق لا ثقافه لا كتاب ان في الراب العلاج انه ارقى خطاب انه ارقى خطاب لا
خمور الهروين لا حشيشة وكوكاين ربي مشروع نحسين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين تصرخوا منذ سنين والقلب مجانين لماذا يقول الحق شبابنا المسلمين أين أخلاق الرسول ذاك صادق الأمين علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين آل الرسول الهدى والصحابة الأكرمين آل الرسول الهدى والصحابة الأكرمين لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين ربي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين يصلح كل الفاسدين ربي مشروع الرسالة يصنع الشعب المثالي الشباب أخلى ذروة شباب الإسلام غالي إلى متى لا نبالي بانحراف الأجر إنها أقوى جريمة عقل الشبلي يبقى خالي ربي نجاة الأشبالي حقيقة لست مغالي حقيقة لست مغالي لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين